نحن عايشين في مو أكثر من كونتراديكسيون، معناتها تقولي عايشين في مجتمع سكيزوفريني شوية. ديت فكرة الكتاب وقت اللي سألنا على منين جاي الفصل هذايا، وما كانش حتى حد عنده الإجابة. طلقت مني فكرة الكتاب إنه نعمل بحث في التاريخ فعلا، ونحاول نخرج كل لي دوكيومون باش من الارشيف. صحيح جزء منه يعود للنظرة الإسلامية للمثلية الجنسية اللي هي الجرم المثلية الجنسية، وتعتبرها حاجة مخالفة للطبيعة. مؤسسات البحث نتاعنا مع الأسف ما تهتمش بكل ما هو التاريخ اللي على الهوامش. يعني أكبر مشكلة في الفصل 230 مش فقط وأنه فصل قام على الحريات، هو فصل غير واضح تماما. الفصل هذايا في نسخته العربية تحدث عن اللواء والمساحة، وفي نسخته الفرنسية تحدث على السودومي بما معنى العلاقة الجنسية الشرجية، وهذا يعطي للقضاة ويعطي للقوات الأمن مجال كبير في انها لانتربريت لا لوا، يعني تفسر القانون.